يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأيام الناس محتاجون إلى المال لكي يشتروا بعض الحاجيات، يقول فهل يجوز لنا أن ندفع زكاة الفطر من النقود؟ لا يجوز هذا، أن نغير شعيرة من شعائر الإسلام أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالطعام وأمر بالكيل بالصاع، أنغير هذا ونقول النقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخف على الناس، لماذا لم يقل يدفع النقود؟ نحن لا نغير العبادات المنصوص عليها، لا نغيرها بعقولنا وبأفهامنا واللي ما يبي الطعام لا تعطيه، هذا غير مستحق، أعطى واحد مستحق للطعام، اللي يقول لا أنا ما أنا بحاجة الطعام، نقول أنت ما كنت محتاج، خلاص دور واحد محتاج. نعم، في بيوت فقراء يفرحون بالطعام، يفرحون بالرز. نعم.